اي اوف الثايرويد جلاند الارتري سبلاي هي سوبريور ثايرويد ارتري انفيرير ثايرويد ارتري والثايرويد اما. عادة من نحكي عن الثايرويد جلاند it is rich in blood supply from the arteries. هذا الارتريال. الفينوس ريتيرن للبلد يرجع للسيركوليشن من الثايرويد جلاند عن طريق اولا السوبريور ثايرويد فين which drain to the internal jugular vein. Number two, middle thyroid vein drain to the internal jugular vein. انتبهوا اكو superior thyroid vein و middle thyroid vein بينما ماكو middle thyroid artery. واضح؟ The third vein is the inferior thyroid vein into the left brachiocephalic vein. اذا venous return of the thyroid gland من السوبريور ثايرويد فين اللي تروح الانترنال جوجلر و الميدل ثايرويد فين تو ذا انترنال جوجلر فين والانفيرير ثايرويد فين انتو ذا ليفت براكيوسيفاليك فين. اكو 3 فينوس ريتير اور تريبيوتريز اوف ذا فينز ذات از drain the blood from the thyroid اللي superior thyroid vein, middle thyroid vein و inferior thyroid vein. lymphatic drainage of the thyroid gland يتكون من مجموعة من lymph nodes. أولا lymph nodes that located laterally into the deep cervical lymph node. واثنين هو downward into the pretracheal and mediastinal lymph node. يعني الليمفاتيك اما يروح على اللاترال واللي نسميهن deep cervical lymph node او يروحن للاسفل نسميهن pretracheal and mediastinal lymph node. هذا الليمفاتيك drainage of the thyroid gland. نيجي هسه نحكي على فد شغله مهمه جدا وهي الفسيولوجي of the thyroid gland. يعني وظيفة thyroid gland شنو وظيفتها؟ الثايرويد فوليكل سكريت تراي ايودو ثايرونين اللي نسميه T3 and ثايروكسين اللي هو تترا ايودو ثايرونين. يعني ثلاثي الثايرونين الايودو ثايرونين ورباعي الثايرونين. شلون ده يتكون؟ The synthesis involve combination of iodine with the tyrosine. التيروسين هذا انزيم يجي الايودين يتحد وياه يسوون جروب to form amino and diiodotyrosine which are coupled to form T3 and T4. يعني اذا اتحد واحد مونو ايودو واثنين داي ايودو يعني صارن ثلاثه فلذلك نسميه التراي ايودو ثايرونين. واذا اتحدوا اثنين داي ايودو تايروسين راح يسوون التترا ايودو تايروسين اللي هو التي 4 او تترا ايودو ثايرونين. اذا the main function of the thyroid gland is to secrete hormones وهذا الهرمون نسميه الثايرويد هرمون اللي هن التي 3 and تي 4. then الهرمونات are stored in the follicle bound to the thyroglobulin. The globulin اسمه يعني بروتين. When hormone released in the blood, they are bound to the plasma protein. يسمونه thyroid binding globulin. And small amount remain free in the plasma. يعني الهرمونات أما من تروح البلازما يتحدن ويا البروتين. وراح يصير هذا الهرمون المتحد مع البروتين. وقسم قليل ما عندما يتحد نسميه الفري هرمونز يعني حر بعد ما متحد ويا البروتين or not combined with the protein. The metabolic effect of the thyroid hormone are due to the free unbound T3 and T4. يعني دائما الفعالية تكون أكثر للهرمونات اللي هي free ما متحدة أو بالبروتين. ولذلك the free unbound T3 and T4 هم اللي يشكلون الفائدة الرئيسية من الهرمونز. 90% of the secreted hormones is T4 but T3 is the active hormone so T4 is converted to T3 peripherally. يعني الغدة الدرقية أكثر ما تفرز هو T4
التي 4 تقريبا يشكل 90% من افراز الغده، ولكن الاكتف فورم اوف ذا ثايرويد هرمونز هو التي 3، فلذلك بيريفري بالاحشاء وبالتشو البريفرال يتحول هذا التي 4 الى تي 3. فاذا التي 4 شو نسميه البريكيرزر يعني المصدر، بينما تي 3 هو الفاينل ستيج. 90% اذا هو تي 4 ويتحول بريفري بالبريفرال الى تي 3. إذن إذا أعيد الفسيولوجي وفي ثيرويد جلاند، ثيرويد جلاند تكون T3 وT4. منين يجين ذني؟ يجين من إنزيم السمية تيروسين، هذا يتحد مع الأيودين اللي يأخذ الجسم عن طريق يعني الأورال كافيتي، عن طريق السيركوليشن، مصادر هواي من الأكل من غيره يجي الأيودين. هذا الأيودين بالغدة الدرقية يصير بها ترابينج، يتحد ويا التيروسين فيسوون مونو ايودو اند داي ايودو تيروسين. اذا اتحدن بيناتهم اما يسمون تي 3 او تي 4. التي 4 هو البريكيرزر يعني المصدر، والتي 3 هو الاكتيف والنشط. وين يروحون ذني؟ يروحون للبلازما، قسم يتحدن مع بروتين وقسم يبقى فري. اذا the main function of the thyroid gland is to secrete thyroid hormones. زين، شلون يصير كنترول للسكريشن؟ يعني قابل الغدة الدرقية تفرز اعتباطا، تفرز كميات هائلة، تفرز كميات قليلة، لازم اكفت كنترول. السينثيسيس اند ليبريشن اوف تي 3 اند تي 4 از كنترولد باي ذا ثايرويد ستيميليتنج هرمون، نسميه تي اس اتش، ثايرويد ستيميليتنج هرمون. اذا اكو شيء يحفز الغده الدرقيه حتى تفرز هذا الهرمون. مين جهات تي اس اتش؟ سكريتد باي ذا انتيرير بيتوتري جلاند. اذا الغده النخاميه تفرز فد هرمون، هذا الهرمون يسمونه ثايرويد ستيميليتنج هرمون، هو اللي يحفز الغده الدرقيه حتى تنطي الكميه اللي يحتاجها الجسم، لا تزيد ولا تنقص مثل الكمبيوتر. التي اس اتش هذا اللي يجي من البيتوتري is in turn controlled by thyrotropin releasing hormone TRH from the hypothalamus. الغدة النخامية نفس الشيء، اكو حافز اخر يحفزها اللي هو منين يجي؟ من الهايبوثالامس، يسمونه thyrotropin releasing hormone. يعني ما يصير TSH اذا ما اكو فد هرمون اخر يسيطر عليه من الهايبوثالامس. إذن اكو circulating T3 and T4 exert negative feedback mechanism on the hypothalamus and anterior pituitary. شنو اللي يقصده؟ انه الهرمون اللي ينفرز من الغدة الدرقية ويروح للبلد، اكو فد ليفل معين يحتاج الجسم، اذا ازداد هذا يحفز الهايبوثالامس حتى تسوي TRH، وهذا TRH يروح يحفز البيتوتري حتى يقلل الهرمون. اذا قل الهرمون بريفري نفس الشيء، اكفد اعاز يروح للهايبوثالامس ثم للبيتوتري حتى العكس يصير افراز اكثر. فهاي العمليه يعني من يزيد الهرمون يقل، يعني قصد التي اس اتش، من يزداد الهرمونات تقل، ومن يقل بالعكس تزداد الهرمونات، هذا نسميه نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، يعني العكس بالعكس. So in hyperthyroidism where hormone level in blood is high، دائما اهل hyperthyroidism دول نسميها thyrotoxicosis or hyperthyroidism اللي عندهم هرمون اكثر، TSH production is suppressed يعني قل، and vice versa بالhypothyroidism بالعكس نشوف اكو هرمون قليل افرازه، ولذلك من نسوي تحليل نلقى تي اس اتش عالي. هذه نسميها النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. اذا هذا الكنترول مال السكريشن مال الهرمونز مال الغده الدرقيه يخضع لقانون نسميه الافراز العكسي، يعني او النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. هذا فد مخطط بسيط، نشوف الهايبو ثلمس تتصل بإعاز للبيتوتري اللي هو الهرمون قلنا من ساعة TRH.
البيتوتري نفس الشيء، بها إعاز تودي للغدة الدرقية، نسميه الثايرويد ستيمولاتينج هرمون. والثايرويد ستيمولاتينج هرمون هو اللي راح يسوي لنا تي 3 وتي 4 طبقا لحاجة الجسم. احنا حكينا هسه على الاناتومي، هاي كمقدمة اناتومي والفسيولوجي اوف ذا ثايرويد جلاند. نجي هسه شنو الاشياء اللي ممكن ان تصيب الغدة الدرقية؟ اكثر شيء اذا سامعين به هو تضخم الغدة الدرقية، باللاتيني ينكتب جويتر، جي او اي تي اي ار، او ار اي يعني اذا واحد يكتب جويتر اي ار او ار اي اثنين هن صحيحات. بخاف تشوفون مرات واحد كاتب جويتر ار اي او اي ار، اثنين هن صحيحات فمو خطا، جويتر تنكتب بصيغتين. شنو الجويتر؟ الجويتر تعريفه is an enlargement of the thyroid gland. إذا any enlargement of the thyroid gland نسميه جويتر. واضح؟ شنو تعريف الجويتر؟ enlargement of the thyroid gland. منين مشتق هذا الاسم؟ هذا الاسم مشتق من كلمة لاتينية اسمها الجتر. الجتر هو بالعصور السابقة، العصور يعني ما قبل الميلاد، كان الجنود يلبسون فالدرع على صدورهم يحميهم من النبال والسهام، يسمونه جتر. فذا شفتوا قبل شوية الغدة الدرقية من تقعد على تراكية كأنما شكلها شكل الدرع اللي يلبسه المقاتل، فجتر هو درع. فإذا اسم الجويتر مشتق من كلمة جتر اللي هي تعني درع، ولذلك من تشوف الغدة الدرقية تتضخم بالضبط الشكل شكل الدرع على التراكية. نيجي للكلاسيفيكيشن اوف جويتر، انواع الجويتر. اولا السمبل نون توكسيك جويتر، هذا بانواع، سمبل هايبر بلاستيك جويتر نسميه كولويد جويتر، ومالتي نودولر جويتر. اذا هو سمبل جويتر، الافراز مال الغده يبقى طبيعي على نوعين، اما هايبر بلاستيك جويتر ومن نسوي له تحليل نلقى الكولويد ماتيريال بالفوليكل زايد، او انه مالتي نودولر جويتر مجموعه عقد تصير بالغده الدرقيه وتتوسع. هذا السمبل من توكسيك جويتر. النوع الثاني من الجويتر نسميه التوكسيك جويتر، اللي يصير بزيادة إفراز الغدة الدرقية بالإضافة إلى تضخمها. هذا وين يصير؟ أما يكون كلها الغدة متضخمة يسمونه ديفيوز توكسيك جويتر، نسميه جريفز ديزيز. كل الغدة تتضخم يعني مو مكان ومكان، كلها نلقيها سموثلي انلارجد أور ديفيوزلي انلارجد بالإضافة إلى زيادة الإفراز، هذا نسميه جريفز ديزيز. اثنين توكسيك نوديول، نلقى نوديول عقدة واحدة وهاي العقدة تفرز أكثر من اللازم فنسميها توكسيك نوديول، أو مثل ما حكينا بالأول واحد أكو مالتي نوديولر جويتر، هذا يتحول إلى توكسيك مالتي نوديولر جويتر. النوديول نفسها هم تقوم تفرز أكثر من اللازم فتصير مالتي نوديولر جويتر. إذن التوكسيك جويتر ممكن يكون ديفيوز كل هالغدة، أو توكسيك نوديول عقدة واحدة، أو مجموعة عقد تنفرز، ثلاث أنواع. نمبر 3 اوف جويتر، تايبس اوف جويتر، الانفلاماتوري يعني من اسمه انفلاميشن يعني التهاب. هذا وين يصير؟ بالديكوفيرين ثايرويدايتس اللي هي سب اكيوت ثايرويدايتس، يعني دائما المريض يحس فيفر، يحس انلارجمنت، يحس شويه بين. ورايدلز ثايرويدايتس، تو تايبس اوف انفلاماتوري ديزيز ذات افكت ذا ثايرويد جلاند، ممكن ان بهذا الانفلاميشن تتضخم الغدة الدرقية ويصير حجمها أكبر من اللازم. والنوع الرابع من الجويتر هو الأوتو أميون ثايرويدايتس، هذا نسميه هاشيموتوز ثايرويدايتس. وهذا تعرفون الأوتو أميون ما يصير بعضو واحد، يصير بأكثر من عضو بالجسم، فإذا صار بالغدة الدرقية نسميه هاشيموتو ثايرويدايتس. وهذا أول ما يبدي يصير بها زيارة إفراز، بعدين من يلتئم وتروح الالتهاب يصير قلة إفراز بالغدة الدرقية نتيجة الفايبروسيس، فهذا نسميه هاشيموتو ثايرويدايتس نسبة إلى العالم اللي أول مرة شاف.
والنوع الخامس من الجويتر هو النيوبلاستيك جويتر. ايش نقصد بالنيوبلازم؟ مينز تيومر، والتيومر عادة من نحكيها اذا نصنفها دائما نقول بناين اند مالجننت. البناين مثل ايش؟ الادينوما. المالجننت بالغدة الدرقية انواع كثيرة، اشهرها هو البابلري كارسينوما والفوليكولر كارسينوما. ذني اكثر نوعين مشهورة بالمالجننسي اوف ذا ثايرويد جلاند. اكو انواع اخرى مثل الانابلاستيك والمديولري كارسينوما. اذا النيوبلاستيك اللي بها سببها اورام ممكن يكون بناين مثل الادينوما، او مالجننت اللي هي بابلري سيل كارسينوما وفوليكولر سيل كارسينوما، الانابلاستيك كارسينوما والمديولري كارسينوما. اذا اعيدها، شنو الجويتر؟ الجويتر هو عباره عن انلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند. الانواع مالته اول ما هاي حكينا قلنا سمبل نان توكسيك جويتر، وهذا هم انواع اللي هو سمبل هايبربلاستيك والمالتي نودولار. اثنين التوكسيك جويتر قلنا ديفيوز او توكسيك نودول اور مالتي نودولار. النوع الثالث هو الانفلاماتري، والنوع الرابع هو الاوتو اميون، والنوع الخامس هو النيوبلاستيك. هذه انواع الجويتر، واضح؟ نجي الكوزز اوف ذا جويتر، ليش يصير الجويتر، يصير بعض الاشخاص جويتر. اول كوز هو الفسيولوجيكال، الجسم مثل ما تعرفون يحتاج هرمون T3 وT4، فيمتى يحتاجه بزياده؟ يحتاجه بالبيوبرتي اند بريجننسي، من الانسان يبدي يبلغ يحتاج كميه اكثر من الثايروكسين، ولذلك تزداد او تتضخم الغده الدرقيه تبعا لذلك. والنوع الثاني بالبريجننسي، لانه البريجننسي 2 في 1، يعني اكو بشرين في نفس الجسد، واللي هي الام الحامل وجنينها ببطنها تحتاج ثايروكسين، فلذلك يزداد الثايروكسين. فهذا فسيولوجيكال. اذا طبيعه الانسان عند البلوغ وبالحمل تتضخم الغده الدرقيه. اثنين ايودين ديفيشنسي، مثل ما حكينا انه الايودين ديفيشنسي او الايودين بحد ذاته هو شيء رئيسي لانتاج. اذا اذا منطقه معينه، شوفوا كاتبين بين قوسين اندميك، يعني معناته في منطقه معينه، disease that affect certain area، هذا الاندميك اخذته بالصحه العامه وطب المجتمع. الايودين ديفيشنسي اذا قل الايودين راح يقل الثايروكسين، وبالتالي احنا من ساعه حكينا قلنا اكو نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، يريد الجسم ايودين ويريد ثايروكسين وماكو، فش يضطر انه تي اس اتش يزداد. قلنا اكو نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، التي اس اتش اذا زداد راح يحفز الغده الدرقيه على الملتيبليكيشن وانتاج خلايا او جديده وفوليكل جديده، وبالتالي تتضخم الغده الدرقيه. اذا السكند كوز هو الايودين ديفيشنسي. نمبر 3 برايمري هايبر ثايرويدزم، اكو مرات قلنا الغده الدرقيه نفسها كلها تتضخم ويصير بها زياره افراز اللي حكينا عنه، قلنا ديفيوز انلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند وذ انكريز اكتيفيتي، هذا نسميه برايمري هايبر ثايرويدزم اور جريفز ديزيز. نمبر 4 الادينوماتس نودولار جويتر، انه نوع من انواع الادينوما اللي يصير بالغده الدرقيه يصير على شكل نودول. ونمبر 5 هو الثايرويدايتس، يعني اكو انفكشن او انفلاميشن، وهذا واحد من اسباب الجويتر. ونمبر 6 هو المالجنسي. شوفوا ذات باعوني عن الكوزز، هي نفسها تقريبا الانواع، يعني هي تبرر نفسها ليش يصير، لانه اكو مالجنسي. المالجنسي مثل ما تعرفون ما حد يعرف ليه يصير الخليه تصاب بالمالجنسي ويصير بها اكسسيف ميوتيشن، ما حد الان انون الكوزز اوف ذا تيومر، ما حد يعرفها. انواع، قسم يقول راديشن، قسم يقول توكسيك ماتيريال، قسم يقول كروموسومال اسبيكت، ولحد الان ماكو فت كوز معين بالمالجنسي. نمبر 7 بالكوزز اوف
جويتر هو الانجستشن اوف جويتروجينز، يعني اكو مواد معينه من الانسان يتناولها سواء كان اغذيه او ادويه تسوي انكريز ذا سايز اوف ذا ثايرويد جلاند، مثل الفينايل بيوتازون اللي هو كان قبل يستخدمونه بامراض المفاصل والليثيوم. هذا اني اذا هوايه من الناس من ياخذها يصير عنده انلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند اور جويتر. إذن ذني إن الأنواع الأسباب الرئيسية هو الفسيولوجيكال والأيودين ديفيشنسي، البرايمري هايبرثايرويدزم، الأدينومات السنوديول، ثايرويدايتس، المالجنسي، والإنجستن أوف جويتروجينز، وطبعا سم فودز، يعني قسم يقولون عنه الشلغام أو الشوندر، واحد من الأنواع القريبة عليها ممكن تسوي جويتر، بس ما يعني مو كل الكتب تكتبها. نجي هسه للسيمبتوم اوف جويتر. قلنا الجويتر هو عباره عن انلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند. شو يسوي الجويتر اذا صار؟ اول شيء لامب اور سويلنج ان ذا نيك. دائما المريض وخاصه المريضات، لان هو تعرفون بعدين راح نشوف انه نسبه الجويتر بالفيميل اكثر من الميل، من تتمرن تطلع على المرايه تشوف شيء انه فد لامب اور سويلنج ان ذا نيك بدون ما تحس باي اعراض، بس تباوع تبلع ريقها تشوف فد لمب تصعد وتنزل ويا السوالونج من تبلع ريقها. اذا لمب اور سوالونج ان ذا نيك. نمبر 2 ديسكومفورت ديو تو سوالونج، اذا كبر هذا اكثر يقوم ياثر على التراكيا والاسفيجس، فلذلك المريض يقوم يشعر شويه مثل عدم راحه بالبلع. لارج سوالونج كوز تاجنج سنسيشن، يعني كانه مربوط tugging sensation in the neck and rarely obstruct the esophagus. ولذلك إذا كان enlargement أو goiter كبير يزداد الحجم مالته ويبدأ يضغط على الغدة الدرقية، وبما أن الغدة الدرقية أكو فد فيشيا يسمونها بالتراكيال فيشيا تربطها بالتراكيا وبالاسفيجس، فهذه تضغط على الاسفيجس أثناء البلع البولس of the food كأنما تطح بالجويتر يحس discomfort، يقول لك أنا ما أقدر أبلع، صعوبة بالبلع. It is not a true dysphagia، ولا هي طبعا بالمناسبة it is not a true، يعني مو كأن بالضبط هي cause of dysphagia. It is because the thyroid is pulled upward with the trachea during the swallowing. من يبلع يضطر أن يحرك الثايرويد جلاند، فلذلك هو يشعر بهذه بعدم الراحة، يعني مو complete obstruction وإنما حركة الغدة الدرقية للأعلى بهذا الحجم الكبير تسوي هذا الديسكومفورت. عفوا. نمبر 3 of the symptom of the goiter is dyspnea. dyspnea يعني صعوبة النفس. shortness of the breath. due to deviation or compression of trachea and the symptom become worse if the neck flexed laterally or forward. if the trachea is narrowed whistling and sound يسمونه سترايدر can be heard during inspiration. إذا العرض الثالث من أعراض الجويتر هو الدسنية، صعوبة النفس. ليش؟ لأنه مباشرة الجويتر يضغط على التراكية، وإذا كان حجمه كبير راح يسوي partial obstruction of the trachea، يبدي يضوج المريض ما يقدر يسحب نفس، وخاصة من يحرك رقبته يمنى أو يسرى أو للأمام للخلف. وإذا كان هذا السويرنج كبير التراكيا يصير نرو، وتعرفون إذا صوت يمر خلال الأنبوب والأنبوب يكون ضيق مثل ما واحد يصوفر، فلذلك يصير صفير سترايدر كأنما صوته يسمع أثناء مروره بالتراكيا. نمبر 4 of the symptom is pain، الألم. Not a common feature of goiter, found in acute and subacute thyroiditis or Hashimoto's disease. إذن العرض الرابع هو البين. An anaplastic carcinoma can cause local pain and pain referred to the ear if infiltrated surrounding structure. إذن البين ممكن يكون من السمبل جويتر او الثايرويدايتس الالتهاب، لان هي اصلا الثايرويدايتس تكون بها انفلاميشن فتكون تندر،
وممكن أن يكون من التيومر، خاصة التيومر اللي يصير بها ايرلي ميتاستاسيس، الانابلاستيك. الانابلاستيك تكون اجريسيف اكثر من البابيلاري والفوليكولار، تروح للتشو، للمصل، لاي شيء قريب عن الغده الدرقيه يصير بها انفيجن، فممكن انه تضرب واحده من الاعصاب، ولذلك المريض يشعر بالم ويحسه جوه اذنه. اذا هذا الكوز اوف بين ان اجويتر. نمبر 5 بالسيمتوم هو الهورسنس. الهورسنس يعني صهيل الخيل، صوت صهيل الخيل، يعني صوته يخشن المريض. A very significant symptom، كلش مهم، because it may be caused by paralysis of one of the recurrent laryngeal nerve. That is to say, the lump is a neoplastic carcinoma invading the nerve. إذا صار invasion بالواحد من الريكرنت لارنجيال نير، الريكرنت لارنجيال نير مسؤول على انيرفيشن اوف ذا فوكال كورد، فينشل الحبل الصوتي. وتعرفون الحبل الصوتي، تكون الصوت هو عبارة عن تقارب وتباعد الحبال الصوتية. إذا واحد ينشل فراح يبقى مكانه ما يتحرك، ولذلك الصوت ما يطلع بالنورمال فونيشن، وانما تسمعه كانه مثل صوت الصهيل. يعني هسه بالجديد طبعا ما يسمونه هورسنس، يسمونه هاسكينس. هاسكينس قبل يسمونه هورسنس، هذا المحاضره مالت بالقديم كانت بعض الكتب تكتب اكثرها تكتب هورسنس، هسه حاليا يكتبونه هاسكينس. الهاسكينس هو صراحه مو مثل صوت الصهيل، وانما خشونه الصوت، صوته يصير خشن، وهذه واحدة من العلامات الدالة على المالجنسي أو أفكشن أوف ذا ريكارنت لارنجيال نير. إذن أعيد السيمتوم، إن الانلارجمنت أوف ذا ثيرويد جلاند نسميه جويتر. شنو السيمتوم اللي ممكن يسويها؟ ممكن أول شيء فشيء بسيط، أنه المريض من يقف قدام المراية يشوف فد لم أو سوالينج إن ذا نيك، هذا أول شيء بسيط اللي هو يعني يشوفه أو واحد ينفه قبل ما يشعر به هو. يتمرى على المراية يشوف أكو فتشي، أو أنه واحد من العائلة يقول لها شنو اللي شو أشوف عندك صار برقبتك فد مثل الجغدة أو مثل الحصرة. اثنين، discomfort due to swelling، من يبلع يشعر بصعوبة أو عدم راحة بالبلع. السيمتوم الثالث هو الدسنيا، صعوبة النفس، وهم مثل ما حكيت أنه due to affection of the trachea by pressure. ونمبر 4 البين، الألم، ممكن أن يكون thyroiditis التهاب، أو ممكن يكون malignancy due to surrounding tissue invasion. وممكن أنه ينظر بالحبل الصوتي بأحد أنواع المالجنسي مال الثايرويد إجلان، سواء من الجويتر أو من عملية الجويتر، وهذا نسميه هاسكينيس أور هورسنس. فإذا هاي السيمتوم أوف دي جويتر. نجي بالنسبة للغدة الدرقية، الأشياء اللي نسويها بالمختبر أو بعض الفحوصات اللي تفيدنا بالدياغنوسيس أوف دي ثايرويد ديزيز. اولا سيرم فري تي 3 اند تي 4، قلنا الفري تي 3 تي 4 هم الاكتيف فورم بالبلد اللي انبايندد تو ذا بروتين، نقيس الليفل مالتهم بالبلد، واكو نورمال فاليوز، اذا صار اكثر من الطبيعي نقول هذا ثايروتوكسيكوسيس، اذا صار اقل نقول هايبو ثايرويدس. التي 4 ليفل will usually establish whether the gland is overactive or not. Elevation suggests hyperthyroidism. مثل ما قلت قبل شوية، أما T4 هو أول شيء اللي يتكون، و90% من أفراز الغدة هو T4، وهو the precursor of the T3. فلذلك مرات يعني قبل أن يتأثر T3 نشوف deviation بالليفل of the T4. فالT4 مرات يعني يكون هو الألارم، هو الشيء اللي ينبهنا عن الهرمون بالغدة الدرقية. عادة إذا مريض قديم هايبو أو هايبر اثنين هم يتأثرون، بس إذا المريض تو يبدي ممكن أن نشوف فقط T4 هو المتغير، أما مرتفع أو منخفض.
نمبر 2 سيرم تي اس اتش مو سنسيتيف. التي اس اتش هو المهم جدا هسه بالمعيار الجديد. ليش؟ لانه تي اس اتش هو اللي بكنترول مال تي 3 اند تي 4 عن نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، ولذلك ريزد ان هايبو ثايرويديزم اللي نسميها مكزديما، سبريست ان هايبر ثايرويديزم وير ذا جلاند سكريت تي 4 اوتونوموسلي. يعني اذا ازدادت الغده الدرقيه تفرز هواي تي اس اتش نشوفه قليل، اذا قلت الافراز بالمكزديما نشوفه عالي. It is used with the TRH اللي هو thyroid releasing hormone اللي هو هذا يجي من الهايبوثالامس to determine the level of failure of the production of the hormone, thyroid hormone. ولذلك مرات قسم من الأطباء ما يدز T3 T4 بس يدز TSH، إذا شافه زايد قال هذا hypothyroidism، إذا شافه قليل يقول hyperthyroidism، لأنه هو النت result of the increase or decrease of the thyroid hormones. الانفستيجيشن الاخر اللي نسويه هو السيرم لونج ال اي تي اس. شين ال اي تي اس؟ لونج اكتنج ثايرويد ستيمليتر. ذا برزنس اوف ال اي تي اس از ا دايجنوستيك اوف غريفز ديزيز. هذا الانزيم او الفاكتور من نلقاه عالي بالدم معناته نتوقع انه الغده الدرقيه راح يصير بيها انكريز ان سايز. لونج اكتنج ثايرويد ستيمليتر act it is an IgG، يعني شنو IgG؟ واحد من الاميونيتي انديكيتورز، and they activate TSH receptor on the follicular membrane and has much longer effect on T1 in circulating the TSH. إذن long acting thyroid stimulator هذا واحد من الدياجنوستيك values that lead the surgeon or the physician to the Graves disease. إذا واحد يصير عنده الITS عالي معناتها راح يصير عنده Graves disease. Number 4 thyroid antibodies like antithyroglobulin and anti-mitochondrial antibodies which indicate autoimmune etiology. For example Hashimoto's or Graves disease. بالهاشيموتوز disease اللي قلنا هو هذا autoimmune disease، شو نشخصها؟ اولا بالسوالنج يكون بين، ثانيا اذا نريد نسوي تحليل للدم نلقى الانتي ثايروغلوبولين الانتي ميتوكوندريال انتيبوديز موجوده، فهذه indicated for autoimmune disease. نمبر 5 هو الايزوتوب سكان. عادة الايزوتوب بالعربي نسميها النظائر المشعة. شو النظائر المشعة؟ هذه مجموعة من المواد اللي من نسوي اشعة تشع، تشوف من تاخذ الصورة للغدة الدرقية بالسكان بتشوفها اما ماخذة هاي المادة او ما ماخذتها. عادة احنا اخذنا بالفسيولوجي اوف الثيرويد جلاند انه اكثر مادة تستجيب لها او تسحبها الغدة الدرقية من الدم هو الايودين، فلذلك تخذوا واحد من انواع الايودين المشع اللي هو ايودين 131 131 او التكنيشيوم مادة قريبة اليه، هذين المواد تسحبهن الغدة الدرقية تمتصهن من الدم، ومن تاخذ سكان يبين مشعات. This inject isotope is taken by the thyroid gland and distributed uniformly in a normal thyroid. ولهذا من نسوي سكان للغدة الدرقية أشعة منطينة هاي المادة المشعة نشوف a nodule in the thyroid gland that is hyperactive so called Holt nodule. يعني إذا أكو عقدة بالغدة الدرقية وتسحب أيودين أو تكنيشيوم أكثر من اللازم معناتها راح تكون بالأشعة يعني مشعة أكثر من اللازم ونسميها hot nodule، تأخذ إشعاع أكثر من اللازم، إذن هي غدة ساخنة تأخذ المادة المشعة أكثر من غيرها، أو أنه تكون nodule that is not producing T4 will not take up the isotope. أما إذا الغدة هي ما تشتغل أصلاً وما راح تسوي T4 فما تحتاج أنه تسحب أيودين، ولذلك تقل المادة المسحوبة من الدم فتكون hypoactive.
يعني ما تسحب كمية مشعة، ولذلك تسمى it is called cold nodule and it indicate a cyst or a tumor. وين يصير decrease؟ من يصير hypoactive، وخاصة بالسيست والتيومر. السيست أو التيومر ما تأخذ كمية من الأيودين المشع، ولذلك نسميها كولد. بيناتهم إذا نص ونص، يعني لا هي تأخذ كل شيء هواي ولا تأخذ قليل، نسميها وورم. ما مكتوبة هنا بالمحاضرة، بس إذا سمعت وورم نودول هي اللي تأخذ كمية وسطية، لا هي عالية ولا هي ناصية. إذن الايزوتوب سكان او النظائر المشعه ماده كيميائيه تعطى عن طريق الدم وتسحب عن طريق الغده الدرقيه من نصورها، اما تكون الغده تاخذ اكثر من اللازم ونسميها هوت، او تاخذها اقل من اللازم ونسميها كولد. هذه خاف تسمعون بالايزوتوب سكان. انفستيجيشن اخر هو الالتراساوند to know if the lump is cyst or solid. هاي مو بس بالغده الدرقيه، الالتراساوند او الفحص بالامواج فوق الصوتيه اذا نريد نميز التيومر عن سيست في اي مكان من الجسم عن طريق السونار. الفاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي، الفاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي هو فحص خلوي وليس نسيجي، يعني نستعمل فد نيدل معينه بسرنجه ونسحب من الماتيريا مال الغده الدرقيه، نسحب فد خلايا نشك الغده الدرقيه على مكان النوديول او مكان الانلارجمنت ونوديها للزرع الخلوي يقراها اختصاصي الباثولوجي ويقول لنا اذا هذا بالسحب مالتنا اكو مالجننت سيل او ماكو مالجننت سيل، اكو كولويد ماتيريال او ماكو، نورمال تيشو اور نورمال، عفوا نورمال سيل، تفيدنا طبعا نوت دايجنوستيك 100%، بس على درجه كبيره من الاهميه خاصه بالتيومر اوف ذا ثايرويد جلاند بري اوبراتيفلي، حتى يعني نرتب امورنا العمليه. اذا نشتغل على مريض عنده مالجنسي يختلف عن مريض فقط جويتر عادي او سمبل من توكسيك جويتر. انفستيجيشن اخر هو البين اكس راي اوف ذا تشيست اند ذا راسك، دائما ناخذ اشعه على الصدر والرقبه نشوف اذا الغده الدرقيه كبيره راح يسوي ديسبليسمنت اوف ذا تراكيا لليمين او اليسار، او انه الغده ممكن ان تكون نازله بالصدر ونسميها ريترو ستيرنال جويتر. ريترو ستيرنال جويتر هذه تبين بالاشعه، تسوي كومبريشن على التراكيا، الزيحه يمنى او يسرى او باكورد. انفستيجيشن اخر هو اكسجين بايوبسي وذ فروزن سكشن، هذا مثل الفاين نيدل اسبريشن، ولكن النيدل اللي نستعملها هو تروكت، يعني في شيء اكبر من الكاليبر مالتها اعرض من النيدل العاديه، تاخذ تشو وليست سيل، راسا ندزها الزرع النسيجي، اكو ماكينه خاصه تقطعها وتقرا يقراها ابو الباثولوجي، هذا نسميه فروزن سكشن، ناخذ السكشن هذا نجمده الى الدقائق ونفحصه، نسوي بلوكه ويفحص لها. هذه مرات تستعمل اثناء العمليه حتى نقرر نوع العمليه، احنا نلقى فد انلارجمنت والجراح يبقى متوهوه بين انه هذه تيومر اور انفلاميشن اور سمبل جويتر، فيدزها للهيستوباثولوجي، ابو الهيستوباثولوجي راح يقول له هذه ترى الزرع مالتها كذا. واخر انفستيجيشن هو اللي يفيدنا هو الاي سي، عفوا واحد من الانفستيجيشن الاي سي جي، تخطيط القلب الكهربائي، هذا يفيدنا بالهايبر ثايرويديزم والهايبر ثايرويديزم. ليش بالهايبر ثايرويديزم؟ يكون لو الكتريستي، يعني اللي يصير سلو ويتباعد، اما بالهايبر ثايرويديزم يصير اتريال فيبليشن، يعني النبضات والامواج الكهربائيه القلب تزداد، يعني يصير تاكارديا ومرات اتريال فيبريليشن. السيرم كوليسترول ام يفيدنا يوجوالي رايز ان هايبو ثايرويدزم اند نورمال اور سلايتلي لو ان هايبر ثايرويدزم، دائما الكوليسترول عكس ليش؟ لانه الهرمون مال الغده الدرقيه يشتغل على الميتابوليزم اوف ذا كوليسترول، هو اللي يحطم الكوليسترول، اذا قل الهرمون راح الكوليسترول يزداد، ولذلك ابو الهايبو ثايرويدزم دائما نشوفه اسمن
من الشخص الطبيعي. إذن هاي الانفستيجيشن اللي تفيدنا بالغدة الدرقية هي السيرم فري تي 3 ان تي 4 والسيرم تي اس اتش والسيرم لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتر او لونج اكتنج ثايرويد ستيميليشن والثايرويد انتي بوديز والايزوتوب سكان والالترا ساوند فاين نيدل اسبيريشن والترو كات بايوبسي والبلين اكس راي والاي سي جي. هاي الانفستيجيشن اللي نسويها بالغدة الدرقية. أنا أخذت من وقتكم هواي، حكيت سريع لأنه شوية أنا كل هاي المحاضرة راح أسجلها أدزها لكم إن شاء الله بتسجيل صوتي، ونفس الشيء أنزلها بي دي إف حتى الطالب يحصل على المحاضرة من عدة مصادر هسه سمعها، وراح أدزها أنزل لكم إياها على كلاس روم كفيديو مسجل وأدزها بي دي إف، وإن شاء الله توصل كل المحاضرات. إذا أكو أي استفسار أنا مستعد أجاوبه هسه، وإذا بأي وقت ثاني حتى لو واحد يجيني للعمادة أو للعيادة وين مكان أجاوب عن أي سؤال يعني يخطر ببالكم. أكو سؤال هسه حالياً؟ إذا ماكو سؤال، أوكي، أنتم حضوركم هسه تقريباً يعني لا بأس بي، أنا أعرف كل الطلاب مو كلها تقدر تحضر، أكو يعني ناس ما عندهم كهرباء، أكو ناس يجوز ما مداخل، المهم المحاضرة توصل للجميع، إذا أكو استفسار أنا حاضر، وأرجو من الجميع أن يعني يدخلون بالمحاضرة. مطلوب عفوا، احنا مطلوب من عندنا تسجيل غياب، ما احنا ما راح نسجل غياب حاليا، بس على الاقل انه يكون الحضور لا باس به، المهم توصلكم المحاضره توصل للجميع واحنا حاضرين اجابه اي سؤال، وان شاء الله ما يصير الا خاطركم طيب. شكرا جزيلا.